بمحلات بيع الأعشاب ومواقع التواصل الاجتماعي، وبحثاً عن الجمال تلجأ بعض النسوة لاقتناء خلطات التسمين ممن ترغبن في التخلص من هاجس النحافة واكتساب بعض الكيلوغرامات الإضافية في فترة وجيزة. هذه المكونات الخاصة بهذه المسمنات غير معروفة. ثانياً، تباع في صفحات لترويج المنتوجات وهي صفحات غير معتمدة لأشخاص مجهولين. خلطات مجهولة المكونات وبعيدة عن أعين الرقابة يتم ترويج لها عبر أشخاص لا يملكون المؤهل اللازم لذلك، قد تجر مستهلكها إلى مضاعفات خطيرة قد تصل الوفاة. ثالث محدد، لأن أغلبية هذه الوصفات وهذه المستحضرات وهذه الخلطات مجهولة المصدر ومجهولة التركيبة، وكذلك يتم الترويج إليها حتى بأسعار تنافسية، وهذا ما يجعل الكثير يقبل عليها. فللأسف بعضها قد يحتوي على مواد خطيرة جدا، قد تكون كذلك من بعض المواد التي تضر بالصحة وتسبب في الغالب بعض المضاعفات الصحية الخطيرة جدا، قد تمس بصحة الكلى، قد تتسبب في داء السكري. الانتشار المخيف لهذه الخلطات يتطلب حسب المتتبعين تدخل الجهات الرقابية لضبط عملية تسويقها ووقف المتلاعبين بالصحة العمومية.